اهلا وسهلا فيك بروفيسور بيير لجميل، حضرتك اختصاصي جراحه عظم مفاصل وعمود فقري. معك رح تحكي حضرتك للمشاهدين عن تفادي المفصل الاصطناعي او البروتاز بحاله التكلس بالورك والركبه. وطبعا يعني كنت عم بتقلي قبل ما دخلنا الى استوديو اوقات ما لازم نعمل هيدي العمليه، اكيد مش دائما يعني خيارنا العمليه هو الصح. تفضل بالوقت المخصص لك، رح اترك لك الهواء لان احنا يعني بنخلص بنروح دغري مباشره الى قداس نهار الاحد. تفضل. رح كون كثير سريع وهالشغله دائما سريع بس بدنا توصل للمعلومه دكتور. نحكي المعلومه كثير مهمه. لا بنعرف انه تكلس الركبه والورك هدول مفاصل ضلنا والمفاصل الحامله، هدول مشونا ما بنمشي على كتفنا وعلى رقبتنا، بنمشي على ركيبنا وعلى وركنا. دونك هالمفصل يلي عم ينتزع عم بصير بقلبه خشونه، عم ينتزع الكارتيلاج ماده اللزجه منزوعه وعم تنتزع. بنعرف انه في درجات بالتكلس، انك ببلش اول شيء باوجاع خفيفه ان كان بالركبه او بالورك، وبعدين بتصير تزيد مع الوقت. وبنعرف انه هيدا شيء اسبابه عده اسباب، والاسباب المهمه اكثر شيء جينيا، بنعرف انه وراثيا بالعائله في شيء اسمه تكلس بده يتطور. شو ما عملت بده يتطور. اكيد جينيا بنقدر نحاربه بشيء اسمه الابيجينيتيك، بنبقى بنحكي عنه كثير مهم هيدا الابيجينيتيك. ولكن في حال عندنا هالتكلس موجود عند شخص، عند المرأة فوق عمر اليأس عندها مشاكل بالركاب أو بالورك، أو حتى الرجال لا فوق الستين سنة عنده مشاكل تكلس مزعوجين، عنده درجات. بلش بالوجع، الوجع عم يتطول أكثر وأكثر، صعب عم ينزعج إذا بيقعد مدة طويلة، إذا بتجرب يقوم وقتها بكون قاعد، وقتها يطلع أو ينزل دراج بتزعجه، خاصة إذا كانت الصابونة منزوعة بتزعجه أكثر شيء بنزلة الدرج. المشي ببلش يزعجه، بصير نجيب بده يقعد يرتاح لأن التكلس عم يزيد. بينتقل من درجات، من درجة واحد لدرجة خمسة، بكون كليا مثل المفصل انتزع كليا وجمد. إذا جمد المفصل صار في تكلس وما بيتحرك المفصل أبدا، أكيد بدنا نعمل مفصل اصطناعي لأن ما بيتحرك. بس ما لازم ننطر وقت بكون عندنا مشاكل بالركيب انه عندنا هالاوجاع وعم نعرج بمشيتنا. اهم شيء بشدد على العرجه لان العرجه بتعطي اوجاع بالظهر، بلش يشكي من ظهره. دونك اول ما الشخص ينوجع مفروض نعمل صور، صور عاديه مش ضروري مغناطيسيه. بتقدر تعطينا قد ايه درجه تكلس، بس صور منيحه. هالدرجه التكلس حسب هالدرجات يا بنعطي علاج بالتم يلي مشدد عليه اكثر شيء الكركما والكولاجين يلي هن اثبتوا اكثر من غيرهم. الجلوكوزامين تاكد انه ما بينفع ابدا الجلوكوزامين، وبعدين بنعمل حقن وبشدد عليها. لازم نبلش اذا كان بدرجه 2 او 2 ونص بنبلش بحقن كولاجين يلي ما كان موجود قبل، هلا عمل ثوره كامله. يعني اشخاص عندهم درجه 4 منزوع مفصلهم كليا، ما عم نعمل لهم مفصل اصطناعي. لو كل الجراحين قالوا بالعالم كله بدك مفصل، بتعمل اوبر كولاجين يلي هي بترجع بتغذي الخلية، بتخلي الخلية ترجع تنمى بشكل انه تتحضر ترجع تعمل كارتيلاج من اول وجديد. بنعمل اوبر الكارتيلاج اللي هن هيالوريك اسيد حسب انواعه حتى تغلف المفصل وتساعده. هلا كل الناس بتقول انه غاليين هالاوبر، وفي اوبر ارخص هلا عم بيجي هلا، وكثير نوعيته منيحه وصارت كل متوفره لكل العالم بيقدروا يعملوها، وبلشوها بكير لان ساعتها بدل ما يعملوا الاوبر الحقن بقلب الركيب اللي بيحمي الركبه كل اربع اشهر او ست اشهر بصيروا يعملوها كل سنه او كل سنتين حتى. نعم، كنت بدي اسالك يعني حضرتك اشرت لانه للركب الكولاجين بتنصحوا فيه، بالنسبه للتكلس بالورك اصعب لانه بالركب بينطبق اللي بينطبق على الركب نفس الشيء، بس الفرق بدل ما نعمل الحقن بالعياده لان سهل تفوت على المفصل الركبه، واكيد في طريقه حقن تتاكد انه جاي داخل المفصل. لا في دراسات بتقول عالميه انه 30-40% من الحقن اللي بنعملهم بالركبه بيطلعوا برات المفصل اذا مش معمولين بشكل صحيح. لان اجمالا انا ما بعملهم هو طاوي ركبته الشخص، بكون مدد ركبته وبينعمل ميل جوا حتى نكون اكيدين انه داخل المفصل. من هيك بنسمع اشخاص بروفيسور انه ما اخذنا نتيجه على اكيد الأوبر. لانه غلط عاملينهم. بيجي بيقول لي عملت الاوبر، كيف عملتهم؟ اي برات المفصل. وحقهم لا يستهان فيه، يعني بايام الخير كانوا هيدا الشيء ب 300 دولار كل ابره. هلا بخصوص الورك اصعب ليه؟ لان المفروض ينعمل بغرفه اشعه. دونك بالراديولوجي سوسكوبي تحت
تحت التلفزيون بنفوت نتاكد انه داخل مفصل الورك مش وين ما كان. والورك وقتها بيجي اشخاص بيقول لي عملت اوبر كورتيزون او اوبر كالتراج بالورك وبدلني انه حطه على الجنب او من ورا، بقول له اكيد براك الورك. الورك بده يكون من قدام وبغرفه اشعه، مستحيل تقدر توصل على مفصل الورك بلا اشعه. هيدي بشدد عليها كتير مهمة، وهيدا الحق أنا عم نعمله. هلا الأوبر بنعمله داخل المفصل، بغلفوا المفصل مثل ما قلت، بيساعدوا أكيد في بروتوكول معين كيف يحافظ على البرودوي تما يروح بسرعة. يعني إذا عملت الإبري وتنهى بالركبة أو بالورك وبلش تحرك ركبتك دغري بسرعة، الدواء بيروح لأن السينوفيال تمتصهم بسرعة. مفروض يبقى بالركبة الحركة أبطأ، ما تحرك ركبتك، تحط تلج على الركبة، بنعلمه كيف يعملون حتى نحافظ على برودة الركبة. يعني حرارة الجسم 37 مفروض تكون حرارة الركبة 25 مثلا، شنو تكون متلجة. الورك نفس الشيء. دونك في طريقة كيف نعمل هالأوبر، كيف نحافظ على هالبرودوي بقلب المفصل حتى يحمي المفصل بطريقة أطول. وأهم شيء وقت نخلص بعد 3 تجمع رياحة فيزيوثيرابي تقوية العضلات، لأن إذا العضلات قوية بتساعد المفصل حتى ما ينتزع وحتى نحافظ عليه. تسمح لي بسؤال؟ إيه؟ معقول طبيب يخطئ بحقن الإبر وما يصيب الهدف؟ لكن إحنا ما بنتعلمها بالجامعة، ما بيقدروا يقعدونا بقولنا كيف تعمل إبري بالركبة أو إبري بالورك. لأن طالما عم تقولي إنه وقت ما منصيب بتيجي بالرنية، معناتها إنه في حوادث بتقول إنه الإبر ما كانت بمحلها. أكيد. طيب مش الطبيب اللي هو بيعملها أكيد مش الممرض أو المساعد. إذا بده يكون أكيد أكيد مليار بالمية بروح بيعملها تحت الإيكوغرافية. أوكي. صورة صوتية وبحتاج بدك دفعوا حق إيكوغرافية وإيكوغراف ويكون واحد شاطر بالإيكوغرافية تيصيبها داخل المفصل. بس وقت تكون عم بيعملها بالطريق بالوضعية الصحيحة وكيف مفروض يحط الدواء داخل المفصل، ايه بوصله بحطه داخل الركبة. بالورك اكيد اكيد هون عم نستعمل تلفزيون سكوبي يعني راديولوجي بغرفة الاشعة، عم نفوت على المفصل لنتأكد 100% انه عم نحط الدواء داخل المفصل. طيب بروفيسور بيير الجميل، قد ايه الوزن الزايد هو عنصر غير مساعد لاتمام العمليه بنجاح من بعد فتره الحقن والثلاث اسابيع اللي حكيت عنها والفيزيوثيرابي؟ يعني معك حق مليون بالمية انه الوزن الزايد بيلعب دور كبير، بس في ناس بيتعشى بيكونوا ضعاف وراثيا عندهم هالتكلس ما خصوا. بس الاشخاص اللي عندهم وزن زايد ما بدي خوفهم واقول لهم نو، كتير مهمة، ما بدي اقول لك ضعفي تعمل لك الاوبر، نو، بدي شيل لك روحي مشي وتحركي، ما بتنزع مفصلك ومفصلك موجوع ما حتقدري تمشي. دونك بدي بلش شيل لك وجعك، غزي المفصل، وبعدين بدي اطلب منك تعملي حركة، تمشي، تعملي ريجيم، بس كون اكيد انه مش اكثر من 30% بيلعب دور. مش مثل اوجاع الظهر. وجع الظهر الوزن بيلعب كتير، يعني زيد وزنك 5 كيلو 10 كيلو بلش تتضايق تتقوم من مقعدك، بلش يوجعك ظهرك. بس الركاب بده وزن اكثر حتى ياثر فعلا. الاشخاص الاوفر ويتد مثل ما بقول يلي عندهم فريمو وزن زائد كتير كتير وبيلعب دور من 30-40% مش اكثر. نعم. فمشان هيك ما بدنا اون فو با كولبابيليزي، ما بدنا نقول له انتم حق عليكم ناصحين لازم عندكم هالمشاكل، لا مش مزبوط. نعم. بروفيسور بيير الجميل، حتى نصوب الموضوع، نحن عم نحكي عن الحالات بفعل تقدم بالعمر، التكلس، في ناس بفعل وراثي، في ناس كمان تصاب بنفس الحالات هن شباب، وحكينا انا وياك اكثر من مره مع حضرتك عن الرياضيين اوقات بيعمل اوفر يوز ما غلط بالجيم كمان ممكن مزبوط. يوصل لهيدي المشاكل، بروح مفصله عمل اوفر يوز، ضغط على مفصله لانه كسورات اكيد، انكسر الكارتيلاج لو لحمته الا بصير ارتروجين بيعمل تكلس. دونك عند الصغار الاصغر بالعمر بيقدر يعمل تكلس. معروفه بيقدر يعمل تكلس، المفروض ان نعلمهم كيف لازم يعمل حتى ما ينزع مفصله وحتى يقدر يخفف الضغط على المفصل، وخاصة تشدد على ستريتشنج كتير. وعلى السباحة يعني بتخفف الضغط. بروفيسور
في هيك افضح شيء صار بيني وبينك قبل ما دخلنا على الاستوديو. لما كنا عم نحكي عن الموضوع امبارح وطبعا التحضير له، قلت له دكتور احكينا قبل مره، قال لي الي بعرف احكينا، بس قد ما عم بسمع ناس عم تسال، قد ما بيتصلوا فيي بيسالوا، قد ما عم نحكي قد ما بعد في ناس يعني عم بيعملوا اوبر كورتيزون، عم بيعملوا اوبر كورتيزون وعم بيأذوا حالهم، يلي ممنوع كليا تعمل ابرة كورتيزون داخل المفصل. ومش هاي بشد لا ديجا اذا بياخذوا هالرساله بكون مرئين بس هالرساله هيدي المساج انه ممنوع تعملوا كورتيزون داخل المفصل لان بياكل المفصل، بتنتقل من درجه 3 لدرجه 4 بكل سهوله، اكيد مش دغري بعد 6 اشهر، بالعكس بتشكروا للحكيم لان اختفى وجع كليا على ابرة الكورتيزون، بس بعد 6 اشهر ما بنعرف شو بصير مشاكل. طيب بكمل اللي حكيناه. فزي تفضل. انا شغلتي عالج مش شغلتي صلح. هيدي نتيجه الاخطاء اللي عم ترتكب بحق الناس. اوف بس شيء يعني هيك يعني مثل يعني مش بنقز. ما ما ما, ما بتلوم حدا. كل شخص عنده طريقه علاج. في اشخاص بيفكروا غير شيء. هاي الطريقه الامريكانيه بتوصل ركبته مليانه مي من التكلس، مش انه عنده مرض روماتيزم او شيء مصايب، بيصير عنده تكلس معبيه مي في وجع كثير. بالامريكاني بيفكر بهالطريقه، رح فضي المي حتى ما ترجع تعبي، بدل ما يفضي ويعطي كولاجين، لان ديجا ما بيعرف الكولاجين وما بيستعملوه، بحط ابره كورتيزون داخل المفصل هيك بنشف له اياها، بس ما عم تنشف المفصل وعم تنزع الكارتيلاج، سرتو انه عملتها مره مش الحال، بس ما بيعيدوها بعد 15 يوم اذا بتعمل ابره ثانيه. هيدي اللي بتاكل المفصل، وبقول لك انا هالطريقتي بعمل له ابره كل 3 اشهر كل 4 اشهر مثلا لركبته، اخر شيء رح يصير درجه 5 رح ينتزع كليا، حتى ما بنطر للدرجه 5، لو عنده درجه 3 او 4 بركبته منزوع المفصل بحط له مفصل اصطناعي، شو المشكله يعني؟ طيب عفوا على السؤال، يعني بتنصحنا دكتور نستشير اكثر من طبيب لنعمل هيك جوجه للاراء؟ شخص بيجي بيقول لك بدي اعمل لك ابره كورتيزون بركبتك، قول له ستوب، فضي الانطر، فضي اسال. مفروض ما يعني لا صحيح حقنا. لا حقك لان هيداك عنده غير طريقه علاج، لان حقنا ونحن رح ندفع حقه، وبدي له حبيبي انا ما بدي وصل لوقت تحط مفصل اصطناعي لركبتي، هيدا مش الهدف تبعي، انا شغلتي احمي حالي تما وصل حط بلاستيك وحديد بمفصلي. طيب هون عم نحكي يعني بمتوسط العمر. أيه. بس اذا باعمار متقدمه عمره 75 سنه 80 سنه. أيه. وحابب يحط مفصل اصطناعي يا اخي يحطه، بس ما اسمه عمليه. لك شو ما كانت العمليه يعني عندك معقول تعمل كومبليكاسيونات يلي هي الانفكسيون، تعمل جلطات، بنعرف كل عمليه البروتيز بتعمل شيء اسمه فليبيت وجلطات امبولي بالمونير، يعني بيعمل جلطه بالرويه تبعه. طيب تخيل ليش بدي اخليه يخاطر فيه للزلمه واسمه بنج؟ صحيح انه بقول لك انا عم بعمل بروتيز ورك او بالركبه بنج نصفي، ليش كل العالم بتقدر تعمل بنج نصفي؟ اذا شخص عنده ستينوز الاورت يعني بسكر الاورت تبعه، عنده تكلس، في كثير عندهم تكلس بستينوز اورتيك، بنعرف انه هيدا شيء في منه بلبنان، ممنوع تعمل له انستيزي بنج راشيديان بظهره، بدك تعمله بنج عام. طب ليش عم تعطيها هالمخاطرة تعمل له بنش؟ قد ما في وفر على المريض، كان ناحية أوجاع، كان ناحية التهابات واشتراكات ومشاكل وجلطات، عذاب عمليات، حط له جسم غريب بجسمه يلي هو مفصل اصطناعي، بعرف حالي انه عظيمين عم نعمل مفاصل روعة، بتدايم 5 سنين وعشر سنين و15 سنة حتى بالورك. طب يا اخي ما يوما ما الأعمار بيد الله، صار عمره 90 سنه ما عاد فيه يمشي الزلمه، بيتركه ما يمشي او برجع بعمل له عمليتين تغير له مفصله مره تانية. دونك شو في اسهل شيء اقدم له للمريض؟ مفروض اقدم له اياه. بروفيسور شكرا لحضورك معنا. تسلم. بعرف كثير من الاشخاص هلا رح يكونوا زعلانين لان عاده بنترك له مجال يتصلوا فينا ويطرحوا عليك الاسئله ليطمنوا بالهم، بس اليوم هيك ظرف، ان شاء الله بلقاءات ثانيه بيكون عندنا وقت اكثر لناخذ اتصالاتهم. بيكفي هيدا الموضوع بحد ذاته من دون ما نعمل مقدمات، نقول لهم اسالوا عنه، اكيد بنعبي ساعات وساعات من الاسئله والاجابات. بروفيسور بيير لجميل، حضرتك اختصاصي جراحه عظام مفاصل وعمود فقري، شكرا لحضورك معنا. شكرا. وكل احد وانت بخير. انت بخير يا رب. وان شاء الله يعني هيك دائما السلامه للجميع، ويضل في عنا ضمير حي بكل المهن ان شاء الله يا رب.
غلط اذا قلت هيك؟ يعني ان شاء الله يا رب كل العالم تكون عنده ضمير حي حتى نبني وطن. لان كل انسان مسؤول بموقعه. مزبوط. باي مجال. بحي الله مجال، بحي الله تخصص. من راس الهرم الى للقاعده. أسفله. مفروض كلنا سوا نحط ايدنا بايد بعضنا وبضمير حي اكيد. شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. مشاهدينا كل احد وانتم بالف خير يا رب. لقائنا لليوم انتهى، بشكر كل الصبايا والشباب اللي رافقونا اليوم، تراز، شانتال، حسين، ادي وسارة وإلي وكل يعني كل الفريق العمل، يعطيكم ألف عافية. رامز أبو جديد كمان ألف تحية لإله. بكرة يوم جديد 8:30 صباحا مع بلانش حداد وماي سحاب، على أمل أرجع ألتقى فيكم نهار الأربعاء بإذن الله. بتمنى لكم أوقات حلوة برفقة برامج الأو تي في مع انطلاقة شبكة برامج جديدة. بتمنى هيك نرجع لوضعنا السابق مثل ما كنا من انطلاقتنا، ونقدم لكم باقة منوعة من البرامج اللي بترضي كل الأذواق. وطبعا الشأن السياسي هو حاضر بصلب حياتنا الإعلامية بالأو تي في. كل أحد وأنتم بخير وقديس مقبول يا رب. إلى اللقاء.